بعد أن بدأت الكويت في حملة لتطعيم الأطفال بين 12 و15 عاماً باللقاح المضاد لفيروس كورونا في يوليو الماضي، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن انطلاق التسجيل لتطعيم الأطفال من عمر 5 سنوات مع عودة الحياة الطبيعية مجدداً إلى الكويت بعد 20 شهراً من قيود كورونا. إنها لحظة مهمة في الحرب على كورونا هنا في الكويت، بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن فتح الباب لتسجيل الأطفال من 5 إلى 11 سنة لتلقي لقاح كورونا. اللافت أن الخطوة التي توسع نطاق المؤهلين للحصول على اللقاح بشكل كبير تأتي في ظل استمرار امتناع البعض من الكبار عن أخذ اللقاح، وفي كل الأحوال موضوع اللقاح يبقى نوعاً ما جدلياً في الكويت. وزارة الصحة أكدت أنها تعد خطة للبدء بالتطعيم قريباً دون تحديد التاريخ، وما على الأهالي إلا أن ينتظروا رسالة نصية لمكان وزمان التطعيم. وهنا السؤال، هل سيشعر الكويتيون بالاطمئنان لحقن أطفالهم باللقاح قبل كل أطفال المنطقة تقريباً؟ من الكويت شهد المتروك، العربية. توسع العديد من الدول برامجها الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا لتشمل الأطفال، فقد صوت المسؤولون الصحيون في الولايات المتحدة لصالح التوصية بإعطاء جرعة من لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاماً. وكانت الصين قد وافقت في يونيو على إعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاماً، وحصل معظم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً في الدنمارك على اللقاح. وتلقى في فرنسا 64% من الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً جرعتي اللقاح بحلول 30 من سبتمبر. أما في ألمانيا سمحت السلطات الصحية بإعطاء اللقاح للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً. وتقدم دولة الإمارات لقاح سينوفارم الصيني للأطفال الذين يبلغون أعمارهم 3 أعوام أو أكثر منذ أغسطس. مشاهدينا، حول إذا كنتم توافقون على تطعيم أطفالكم. قبل ما نسأل الناس، عادل أنت بتطعم أطفالك بلقاح كورونا؟ للحين ما خلي يصيرون السنة الجاية نقدر نسولف عنهم، الحين 4 سنوات. طيب خلينا نسأل الناس هل يوافقون أم لا؟ صراحة ما وافق على تطعيم أطفال 5 سنوات، أردنا ماخذين تطعيمات كثيرة هي، فاستحسن تكون على الأقل يتعدى 10 سنوات. المفروض على كل يعني ولي أمر أنه يبادر في التطعيم إذا كانت وزارة الصحة موافقة على شيء هذا أو مرخصة فيه. إذا ما يضرهم ولا في مضاعفات عليهم، أيوة أيد أنهم يتطعمون. والله أبداً، إحنا نثق في إجراءات وزارة الصحة، وأي شيء يعني تتخذه وزارة الصحة طبيعي أنه حيكون بناء على دراسات وعلى تجارب وكذا. طبعاً وافق تطعيم الأطفال، السبب لأن أغلب الأبحاث والأف دي اي ومنظمات الصحة العالمية توصي بهذا الشيء. والله مو بأنا اللي أختار طال عمرك، أنا أخذ توجيهات أو توصيات من الجهات المختصة اللي هي وزارة الصحة. بالنسبة للقاح الأطفال، إذا ثبت علمياً من منظمات الصحة المعتمدة أكيد أنا مع ومؤيد، أما إذا كان مضر لهم أكيد لا. احنا راح نرجع ان شاء الله في سياق هذه الحلقه الى ايضا هذا الموضوع ونستفيض فيه اكثر حتى تكون رايي. تروح تودي اولادك من هم من عمر 5 أعوام الى 12 عاما ام لا؟ هذا كله سنطرح بعض الاسئله التي تشغل بالكم.
طيب في طيب اذا معانا الان الدكتور عبد الله شمساس استشاري اطفال وطوارئ ورئيس البورد الكويتي لطب الاطفال ورئيس جمعيه طب الاطفال الكويتي. دكتور صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور السرور. احنا كان ودنا نشوفك يعني صوت وصوره مثل ما يقولون، لكن اليوم احنا الكبار اخذنا التطعيم وتعبنا الجرعه الاولى ولا الجرعه الثانيه، هذيلا باعمار صغيره كيف راح يكون التعامل؟ هل نقلل الجرعه؟ هل في طريقه اخرى لهم؟ طبعا في بدايه الحديث اشكركم على هذه الاستضافه. بالنسبه للتطعيمات حق الاطفال من عمر 5 سنوات الى ما دون 12 سنة، طبعا احنا الكل يعلم بان التطعيمات اساس التطعيمات تم عملها كانت للاطفال للقضاء على امراض معينه مثل الجدري والحصبه وغيره وغيره وشلل الاطفال وما شابه ذلك. بالنسبه لكورونا الكل يدري بان هذا شيء جديد وما حد يعرف عنه، الان صارنا سنه ونص لا تزال عفوا بعض الامور غامضه. طبعا للخروج من هذا الوباء كانت احد الحلول القويه المدرجه اللي هي شنو؟ التطعيم. نعم طبعا الفيروس ما يميز بين كبير وصغير. صحيح. نعم انه هو اشد خطوره على الكبار، وهذا عرفوه من خلال هالسنه ونص، شافوا بان الفيروس خطر جدا على الكبار وغير خطر على الصغار. اي دكتور الصغار نفس الجرعه يعني؟ لا الصغار ياخذون 10 يعني ثلث الجرعه تقريبا. يعني نزلوها الى ما يقارب 70، خفضوها 70%. نعم. شالوا من قوه الجرعه. الجهاز المناعي للاطفال يختلف تماما عن الجهاز المناعي للكبار. نعم. من حسن الحظ بان بالاشهر الاخيره على الرغم من الاطفال مطعمين، على الرغم من افتتاح المدارس، على الرغم من الالعاب وما شابه، معدل الاصابات عند الاطفال نزل بشكل كبير جدا، حتى في بريطانيا، حتى في امريكا، حتى في كندا، على الرغم من ان هم مطعمين. فالفيروس هو بشكل عام يعني نادرا ما يصيب الاطفال. طيب دكتور يعني حسب التجارب السريريه اللي انعملت على الاطفال قبل السماح دول معينه بتطعيم الاطفال بما هم مثلا من 5 سنوات الى 12 سنه وما الى ذلك، ما الاثار الجانبيه التي ظهرت في تلك التجارب السريريه؟ الاعراض الجانبيه؟ طبعا اكثر الاشياء اللي تم تسجيلها اللي هي ألم مكان الإبرة، غثيان شوية، دوخة، عوار، هو الفيصل الفاصل اللي هو التهاب عضلة القلب، هم اللي يخافون منه بالنسبة للأطفال. هي نادرة جدا جدا جدا، وفي الدراسات شافوا بأن المشكلة هي هذا السؤال اللي هو هل التهاب عضلة القلب الناتج عن ما بعد التطعيم أخطر من التهاب عضلة القلب اللي يصير بعد الإصابة بكورونا أو لا؟ هذا هو السؤال الكبير. السؤال الثاني اللي هي الالتهاب اللي هو يسمونه المسك، اللي هو الالتهاب اللي هوش بعد كذا جزء في جسمه الطفل، هذا اللي هو أيضا بيشوفون معدل إيش كثر نقدر يعني نقلل من الإصابة بهذا المرض. طيب. فهو إلى الآن من وجهة نظري المتواضعة إلى الآن دكتور، أعتقد إن إحنا بما أن المعدلات قليلة جدا ممكن ننتظر ونشوف دراسات أكثر. يعني دكتور عبد الله خلني أنا يعني أطرح عليك السؤال الأزلي اللي من بداية كورونا إلى اليوم، إنه ما في تجارب واقعية أو على الأقل نتائج لما يحدث التطعيمات أو اللقاحات السابقة سنين على ما لقحوا عيالنا فيها، وبالتالي ما في يعني أضرار جانبية. هذا اللقاح فايزر سبوتنيك ايا كان ما ندري عنه، صار له سنه، شو ترد؟ هو طبعا كلامك صحيح، بس هو شيء جديد ولا يوجد حلول اخرى. يعني احنا شفنا الان مع طرح اللقاحات في 7-8 شهور اللي طافت المعدلات نزلت، الحياه رجعت تقريبا 90% الى طبيعتها في اغلب الدول. هو الخوف فقط من المجهول وهو المتحورات. السؤال المطروح هو هل راح يكون في متحورات خطيره راح تطلع، ولا المتحورات راح تكون متحورات خفيفه جدا ومناعه الجسم يقدر انه هو يقاومها.